عثمان بولي، الكرة الملعوبة العرضية الخطيرة وركلة جزاء، ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء يحتسبها نايف القادري في هذه الأثناء لفائدة الملك القطراوي. بطاقة صفراء على عبد الرحمن محمد، ننتظر حتى النصف ساعة للوصول للهدف الأول، ننتظر حتى النصف ساعة للوصول لنتيجة المباراة. شوف الكرة اللي كانت ملعوبة، شوف اللعبة إلى الأمام، شوف المحاولة، الكرة اللي كانت ممتازة في هذه اللقطة، لكن بين مالونغو، بين مالونغو سقط في اللقطة الأليم الهدف الأول. برونو تباتا في هذه اللعبة من خلال هذه المواجهة، تباتا أمام محمد، منتصر برونو، حط في المرمى برونو، سجلها برونو، يتقدم الملك عبر نتيجة المباراة 1-0 من خلال هذا اللقاء. لا انتظار لعنصر المفاجأة، لا يريد الملك أي مفاجأة بأن تكون موجودة في ملعب جاسم بن حمد، لا يريد أي مفاجأة، يضرب بالقوة من خلال النصف ساعة يسيطر ووصل على نتيجة. موجودة عند بين مالونغو، ممكن هذه المرة الأولى، موجودة المساحة، موجود الترويض، موجود اللعب، موجود التمرير، موجود النقلة داخل منطقة الجزاء، التسديدة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بهذه الطريقة تثبت أنك الأفضل، بهذه الطريقة تثبت أنك الأروع، بهذه الطريقة تثبت بأنك متمكن، وتثبت بأنك في أي دقيقة تريد أن تسجل ستسجل. علي عوض يسجل، يمنح الملك الهدف الثاني. شوف من أول كرة فيها المساحة، من أول كرة فيها الزاوية مفتوحة، من أول كرة فيها تسديدة من خارج منطقة الجزاء بشكل حقيقي. يظهر علي عوض ويسجل في مرمى نادي الوعب الهدف الثاني.